بمعنى الكلمة. أبويا ما كان موجود، أيضا أمي مريضة، مرضت وكذا وعايشة في البيت الكبير نسميه إحنا. وهذه الحاجات يعني خلتني كده أشعر أني أنا ناقصني حاجة. فأي شيء دائما في حياتي حتى الآن، يعني لما أشوف فيلم فيه الحب والحنان أبكي، يمكن مو بعيد عشان أمي وأبويا ماني معاهم، لكن والله أختي الله يرحمها كانت يعني ترعاني رعاية لا يمكن أن توصف، وتشعرني إنها ما هياش أيضا متعالية علي وكبيرة، بالعكس حتى تمزح معايا وتضحك معايا، شجعني أشوف إيش اللي أبغاه، شجعتني أبيع حلاوة، فروح ونمت فيا الحاجة هذه، فروح أشتري من مصاريف، ما أدري كيف الفلوس تجيني منها الظاهر، أروح أشتري الحلاوة، وجابت لي حاجة زي الترابيزة ولا شيء من القبيل أحط بسطة يعني، وأبيع أشتري حلاوة وبسكوت وكل حاجة أتذكر يعني، وأبيع طبعا بالحبة وحبة بسكوتة وكذا، حتى لدرجة أنه صار في إقبال علي، أنا الظاهر الناس في المدينة معظمهم تمام يعني، يكون الحجاج ولا كذا يتباركوا في أي شيء في المدينة، يتباركوا يعني ياخذوا حاجة من طفل صغير في المدينة.